تعالوا مع بعض نعمل شوربة الجزر بالكريمة والمستكة، نشوف نعملها مع بعض ازاي. مقاديرها على الشاشة. معانا كريمة لباني، معانا جزر مفيد جدا غني بفيتامين سي، كلنا عارفين طبعا الجزر له فوائد عديدة، معانا توم وبصل والمستكة طبعا والكرفس. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، وانا عندي وانا شغال كده ربنا كرمني وعملت شوية شوربة حلوين بعظم الفرخة مع كرفس على النار، بتغلي هنا معايا استفيد بيها بدل ما احط ميه من البراد او ميه من الحنفيه. ما عنديش شوربه فراخ انا ولا شوربه لحمه في الثلاجه، زي الفل. حلو الكلام. تعالوا نعمل شوربه الجزر مع بعض، الاطفال بيحبوها على فكره لانها شوربه كريمي. طاسه على النار، المستكه معانا، بصلايه ناعمه مع فص توم نحمرهم مع فص مستكه حلو ومكعب زبده. على ما نشوف الجزر هنقطعه ونبدا نشتغل فيه ازاي. شغالين واحدة واحدة كده مع بعض اهو على النار الحلوة دي، مكعب زبدة صغير كده، اشوف المستكة بحبة عينيا، ما نكترش منها على فكرة لانها بتمرر، خلي بالك يعني المستكة نعم سعرها غالي شوية ولكن كمية قليلة منها بتديك الطعم اللي انت عايزاه. طعم المستكة اهوت في قلب الحلة، بننزل البصلية صغيرة، فص توم حلو. جربي الشوربه بالطريقه دي ونسيبهم على النار شويه مع التحميره دي. معانا كرفس شكله حلو، الكرفس البلدي ده والكرفس الافرنجي ده بيبقى مميز. في طريقتين لعمل الشوربه الحلوه دي، يا اما ان انا اقدمها متقطعه، يا اما ان انا بعد ما تستوي اهرسها عادي. ناخد الكرفس الحلو ده كده في قلب الحلة بس خلاص ونقلب. ريحة حلوة، عجباني الريحة دي، ريحة الكرفس مع المستكة مع البصلاية مع التومة، شوية الشوربة هنا حكاية اهو. حلو قوي. عندنا شوربة، الشوربة دي صنعناها من ايدينا، بنصفيها بمصفاة كده زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اهو. الله على الريحة، ريحة المستكة حكاية. الله. حط الكمية اللي أنت حباها. شفت عظم الفراخ هنا؟ كفاية أوي، زي الفل، وأسيب دول يستوي. ده المطبخ، شفت البساطة؟ شفت الشياكة وأنت واقفة؟ شفت شوربة؟ على فكرة دول ممكن يتشربوا كده، طعم المستكة فيهم والكرفس حكاية. اخواننا في الصين وفي اليابان بيكتفوا بكده ويحطوا فيها العجينه بتاعتهم محشيه جمبري او محشيه سمك، تبقى لطيفه وجميله بس بتاخد جنزبيل طبعا. والوسابي صوص اللي هو طبعا سبايسي جدا. شفت الفراخ مع بعض اهي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ خدت اللون الحلو الزان الكهرمانة اللون الذهبي. سيبها على النار. اخبار الجزر ايه يا عم الشيف؟ جاهز معانا كريمة اللباني دي في آخر حاجة بنضيفها. خلي بالك ممكن تعملي حاجة حلوة، أنت تستوي الجزر ده وهو سليم، لأن بعد المبتدئين في المطبخ لما يجوا يقطعوا الجزر بإيديهم بتحصل إصابات، لأن الجزرة قاسية شوية. فأنت ممكن تسلقي الجزر وهو سليم، هيبقى سهل التقطيع، سهل التعامل معاه. الشكل ده كده. نعم والله لو حطيته في الكبه يعني برضه الجزريه بتبقى قاسيه شويه على السكينه بتاعت الكبه، فبرضه ممكن يحصل خسائر. فانا بفضل طبعا استخدامنا مع الجزر لو احنا هنعمله شوربه نسلق الجزر وهو سليم شويه، هيبقى سهل الاستخدام او سهل التقطيع زي ما بيقولوا. معانا كده. ما تبصيش للشيف المغازي، ياما اقطع جزر وياما اقطع بطاطس. بالشكل ده كده. جزر، في مقوله دايما يقول لك الجزر اول النظر، لا بالعكس هو فعلا مفيد لكل الفوائد، ولكن انا مع الجزر مفيد جدا بفيتامين سي، ومفيد طبعا للعين والقرنيه والجو ده، بس احنا مش عايزين نحدد صفه واحده او فايده واحده من فوائد الجزر.
اليافه كفايه بتعالج الامساك، السكريات اللي فيه سكريات امنه، يعني مفيش مشكله لمريض السكر او مريض الضغط ان هو يشرب منها. ده الجزر اهو، شوربه حلوه، نغير، مش كل يوم شوربه عدس، مش كل يوم شوربه شعريه. نسيب دي على النار تستوي، وتعالوا نقدم طبق الشوربه بتاعنا سريعا. حلو، بسم الله. كريمه اللباني، بص الشوربه بتاعتي اهي، شفت القوام ده؟ أول طريقتين زي ما قلت لحضراتكم في البدايه. الطريقه الاولى ان انا اهرس الشوربه دي، او ان انا اقدمها قطع كده سليمه زي ما انت عايزه. ولكن انا ليا غرض في ان انا اقدمها سليمه. ايه هو يا عم الشيف؟ لما انا بهرسها بتبقى زي القرع العسلي، شبيهه لشوربه القرع العسلي. فخلينا لما تبقى قطع سليمه كده مع الكرفس بيبقى شكلها مميز. ده معانا وده معانا، تعالوا نغرفها مع بعض. ممكن مخرج شاطر طول عمرك بيقول لي ايه رايك في قطع فراخ تتحط يعني، هتبقى احنا دخلنا في سكه تانية بقى. اولا سكه تكلفه اهو يا فندم، اهو 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 اهو، عايز انت الزلزال ده، دخلنا في تكلفه تانية. شفت الجزر ده كده؟ هو ده، الله، اهو هو ده، هو ده كريمه اللباني مع الكرفس مع طعم المستكه. جربي الجو ده كده، جو البرد ده، عايز الشوربه دي. نعم، عينيه. مهم جدا بقى الفريك بتاعنا اللي على النار ده، انا بدات بيه الحلقه، وده مطلوب منك طبعا في البدايه. اول ما تفكري تعملي الفريك وهتقفي في المطبخ، هي دي اول حاجه تحطيها على النار وتخلصي منه. تمام معانا كده؟ زي الفل.